حابين في البداية كده نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن هذا المجمع، أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة والخيول الشاردة والأحصنة في أسوان، فكرة جديدة ومشروع مهم وإحنا محتاجينه. بالضبط ما عليك كده، احنا عندنا في أسوان زادت شوية موضوع الكلاب الضالة، في توسع عمراني حصل في محافظة أسوان كبير جدا، ده أدى إلى نزوح الكلاب الضالة بقى من الجبال إلى داخل المدينة. طبعا طبيعة الحيوان اللي هو بيبقى قاعد في مكان هادي مسالم مع نفسه، فجأة لقي نفسه نزل وسط المدينة، فابتدى في حاجات، يعني في كلاب ممكن تعمل عقر للبني آدمين من الخوف للأسف. بتلاحظ حضرتك ممكن كلب يجري ورا عربية هو ماشي، كلب يجري ورا طفل هو ماشي، فابتدت تنتشر الظاهرة دي، حصلت حالات عقر كتيرة في محافظة أسوان، الموضوع كبير ووصل لست المحافظ اتعرض عليه اكثر من مره حاله عقر، يعني مستشفى الحميات استقبلت حالات كتيره، فابتدى ست المحافظ يفكر في القصه دي، فقال لك ما نعمل مجمع يلم الكلاب الضاله دي مع بعضها. فدرسنا الفكره ومعالي درس الفكره كويس جدا، واوصى مجلس المدينه بقى يدور على مكان نقدر نحتفظ بيه بالكلاب الضاله دي. فعلا وصلنا المكان وحددناه على مساحه تقريبا 2500 متر مربع، وابتدى طرحنا الموضوع للاسكان، يعني رسلنا رسومات ديوب من بتوع الاسكان، مسؤولين الاسكان قعدوا مع الطب البيطري وقالوا انتوا ايه اللي مطلوب بالظبط كده، فقلنا هنعمل المكان ده على نصين، نص للحفاظ على الخيول ونص للحفاظ على الكلاب الضاله. الكلاب الضاله هنبدا نوفر مكان بغرفه عمليات، هنبدا نجمع الكلاب دي من الشوارع، قلنا هنجيب كاتشر راجل مدرب، الكاتشر ده راجل مدرب بيبدا يصطاد الكلاب دي من الشوارع، هنحتفظ بيها داخل الشيلتر، هتجرى ليها عمليات، الذكر هنخصيه والانثى هنشيل منها البيت اللي هو المقصود اساسا لعمليه التلقيح، يبقى عملنا عمليتين، واحده للذكر واحده للنتايه، وبعد كده هنحصنهم ونحتفظ بيهم لمده 3 4 ايام بعد العمليه، وبعد كده نطلقهم تاني في الشارع. هيبقى ماشي امن، انا ماشي مش خايف من الكلب اللي ماشي جنبي، الاطفال مش هتبقى خايفه، خصوصا الموسم اللي احنا فيه او اليومين دول موسم المدارس، الاطفال بتنزل الشوارع من الساعه 6 صباحا رايحه المدرسه، هم اللي بيتعرضوا اكتر لحالات العقر بالنسبه للكلاب. ده حقيقي. الجزء الثاني من الشيلتر، الجزء الثاني من الشيلتر هيبقى على جزئين، الجزء الثاني عندنا بتبقى فيه حصين شارده ودواب ضاله، عندنا فيه قضايا بتخلص عن طريق النيابه وبيصدر فيها قرار من وكيل النيابه التحفظ على الدابة او الخيل اللي كانت مشاركه مع الراجل اللي قام بعمليه اجراميه، زي مثلا سرقه غطيان البلاعات منتشر اليومين دول برضو، فالنهارده بيتقبض عليهم بتعرضوا على النيابه، فوكيل النيابه بيقول لك يحفظ الحيوان، لا الطب البيطري بيبقى في مكان يتحفظ فيه حيوان ضال زي كده، الحيوانات المقبوض عليها زي كده، ولا مجلس المدينه. زمان مجلس المدينه كان فيه تبعه اسطبلات بنحتفظ بيها بالحاجات دي، طبعا مع التطور ما فيش بقى في استخدام لا للخيول ولا للدواب، وتحولت المخازن بتاعت مجلس المدينه دي لاماكن لاواء السيارات دلوقتي، مش لل، فبرضه بتبقى بتواجهنا مشكله كطب بيطري، احنا نودي الحيوان ده فين؟ فسياده المحافظ قال لك نبني جزء لده وجزء لده. لكن الحيوانات الخيول والاحصنه هيتم الاحتفاظ بها بشكل كامل في اماكن الايواء، يعني على عكس الكلاب اللي حضرتك قلت اللي بيتم اطلاق سراحها بعد تعقيمها او يعني تحصينها باللقاحات. بالظبط كده، ما هو الحيوانات اللي هي بتبقى شارده سواء الخيول او الدواب هي ليها اصحاب، بس فجاه بتلاقيها في الشارع مش معروف مين صاحبها. تمام. لكن هل هيتم تدريبها استغلالها بشكل او باخر بعد كده؟ بقى ويروح ياخدها من المكان. برضه القضيه بتبقى لفتره معينه لغايه ما بينتهي الحكم ويسلم بقى الحيوان ده لصاحبه لقريبه حسب ما انتهت القضيه بايه، وقرار المحكمه بيبقى ايه في القصه دي.